الديون الغير مستخلصة بالنسبة لشركة تونسية الكهرباء والغاز تناهز 1700 مليون دينار. هذا نطلب من كل حرفين الكرام أنهم يحاولوا يتجهوا فهمت معناها للشبابيك أو عبر الهاتف الجوال تو فهمت من يستطيعوا أن يخلصوا الديون متاعهم. تقريبا 50% كلها ديون من الخواص و 50% ديون من الشركات الوطنية والعمومية والإدارات والمنشآت إلى غير ذلك. وشركة تونسية الكهرباء والغاز تطلب من كل حرفائنا الكرام من حرفائنا الكرام وتذكرهم بوجوب خلاص الفواتير نتاعهم باش ما يقعش اي خلل بين فهمت معناها الحليف والشركه نتاعو. فشركة تونسية الكهرباء والغاز 1000 نصف قلت لك 1700 تقريبا فهمت معناها 850 900 مليون دينار فهمت معناها ديون من الشركات الوطنيه والمؤسسات والمنشآت العموميه منها الإدارة وإلى غير ذلك. نعم.